في فقرة عابر سبيل لحلقة هذا اليوم، ونصل معكم إلى الحرف 20، وفي إطار هذا الحرف حرف الفاء. نبحث اليوم عن منطقة بحرف الفاء، ما هي المناطق وما هي القرى والمدن والأرياف، وكذلك في إطار أدوات البحث هنا نبحث عن فرش أو مفرش أو كل ما يخص الأسفار والرحلات ليجلسوا عليه أو يستعينوا عليه ويستفيدوا منه. إذن نبحث وننطلق معكم ميدانيا للبحث عن هذه الأدوات من أدوات السفر وأيضا الترحال. كيف أحوالكم؟ والله تمام. طيبين؟ طيبين. ركز بس معاي، من وين جيتوا؟ جينا من صبر. أكيد رايحين الوحد ولا وين؟ رايحين الوحد. طيب، لكن بس نشوف، نسأل عن أسماءكم أول. حافظ عبد الله. يا حي بحافظ. طاهر محمد ثابت. طاهر. جابر فهد أحمد علي خير. جابر، جبر الله خاطرك. ركزوا بقى معاي، في معاي سؤال صدافا، أبحث عن حرف وعن مناطق بحرف معين، واليوم لنا هذا الحرف يا حامد. وين رايح انت؟ رايح مخيم عتيرة. إيه؟ مخيم عتيرة. المنطقة إيش اسمها؟ عتيرة. ها؟ أه؟ عتيرة. عتيرة. أيوة عتيرة. إيش من وين المنطقة هذه؟ بعد الوهب. بعد الوهب. للأسف نحن نسأل عن منطقة بحرف الفاء. لو كان رايحين منطقة بحرف الفاء كان من نصيبكم اليوم 60,000. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كريم رياض هادي مبارك بريك. طيب رياض، شوف معانا حرف، إذا وافق المنطقة اللي رايح لها بتحصل على جائزة. تمام، إيش من منطقة الآن أنت رايح لها؟ عديد. تريم. تريم أو عديد؟ عديد. للأسف حرف الفاء ما وجدنا لحد الآن، ودعونا نشوف منطقة ثانية. وين رايح الآن؟ صيدلية. هاي المرأة بعيد. لا، إيش من منطقة رايح لها؟ العيون. كيف؟ نفس العيون. نفس. وبالعين حصلنا على إجابة بحرف العين للأسف. هنا طبعاً في السفيل هذا الحرف الفاء لحد الآن ما في، لكن على كل حال يبدو أن مرينا على مناطق كثيرة بحرف الفاء ولكن ما وجدنا حد بحرف الفاء، وما ذهب يكون معه فرش أو ما معه فرش. السلام عليكم. شو هذا؟ خلوه يوقف شوي، بتوقف. السلام عليكم. عادي ممكن تجنب بس هنا شوية. تعال تعال. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. أمورك طيبة؟ الحمد لله. حياك الله. عابر السبيل المختلفين. من وين جيت أنت؟ من القطن. القطن؟ أيوه. حيا الله أصحاب القطن. طيب، نسأل الآن وين رايح أنت الآن كذا؟ رايح المكلف، هو قديمة. المكلة؟ أيوه. بالطريق هذه، بتروح بطريق ساه؟ لا لا، بالطريق هذه. هذا رايح وين؟ في المكلة؟ فوه قديمة. فوه القديمة والفاء هو المطلوب اليوم في هذه الحلقة، سبحان الله. الفاء من الأحرف التي كنا نبحث عنها، وفوة القديم في المكلة. في المكلة. الآن رايحين المكلة مباشرة. نعم. ما شاء الله. وهنا وجدنا حرف الفاء، فوة القديمة، ونحن في السفيل هنا في وادي العين، وهذا حظ ونصيب من راعي هذه الفقرة اليوم بترو ماكس، 40,000 ريال مدين اسمها الأقوى تحيز. باقي معنا سؤال إضافي، إذا كان توافق مع ما نبحث عنه بتحصل لك 20,000 إضافية أو بيروح عليه. الإضافي لما يحمله المسافرون وأمتاعهم، هل يوجد معك فرش، حصير، أي شيء تفرشه، أي مفرش؟ شيء معهم؟ ما شاء الله. سلامود. ممتاز. أنا. سلامود معكم؟ ما شاء الله. معك الوالدة ولاش؟ معي الكرايم وصهراتي. أخوات وما شاء الله. أي فرش؟ خيمة، قطيفة، بطانية، إيش هذا اللي معاكم؟ جيب المفرش، جيبه. مفرش ومعاهم مفرش ما شاء الله. مفرش معاهم موجود. طبعا هنا من يعني الأدوات التي ربما يقتنيها المسافر إذا ذهب في ترحالة أو مثل ما لا سمح الله توقف أو شيء، يكون معه شيء من المفارش يجلس عليها ويستفيد منها. إذن معه المفرش الآن، هذا تعطيني المفرش هذا ولا بتشلونه؟ والله هدية لك يا أخي. الله يحفظك. طبعا المرة هذه ما نشل شيء، ولكن بما أنك معك مفرش، ونحن نتمنى من كل مسافر أن يحافظ على كل أدوات السفر والسلامة وكذلك ما يقتنيه، معه مفرش خلوا معكم الفرش، وعشرون ألف ريال إضافية من بترو ماكس، معلو تحية يستاهل. فأقعد هدية بس لكم. جزاك الله. هدية هذه من بترو ماكس راعي البرنامج هنا أصحاب القطن، وهو في رايح المكلة،
وفي السفيل في وادي العين. الف مبروك عليك، تستاهل، رمضان الكريم. الله يبارك فيك. الله موفقين ان شاء الله، جزاكم الله خير، توصل بالسلامه. امين وياكم ودعواتكم الطيبه. الله يسهل لكم. امان الله.